ابني بشر صعدت شرت الملابس بالسطح، غطت الستيران باللباس، ما شرت الموية الملابس، ما حشافن لبست حجاب بالسطح. مو باللهجة العراقية، حلقة اليوم عن الشك بالزوجة بالأخت بالأم وباقي أفراد الأسرة. تابعني بعد الفاصل. للأسف الكثير من الرجال يشكون بزوجاتهم ويشكون بأخواتهم ويشكون حتى بأمهاتهم. هذا الشك يتصورها هو غيرة، يغار على زوجته، يغار على أخته أو يغار على أمه. يبدي يأخذ التليفون 24 ساعة، يأخذ التليفون يشيكه، يشوف ايش راسلت، ايش كتبت، وين راحت، وين جتي. قاعد بالقهوة وعايف زوجته الاثنتين بالليل، فجأة شاف أصدقائي يخابرون بنات متزوجات أو عندهم علاقات خارج الزواج، رسل أخذ التليفون من الصديقة بدأ يدق يشوفه بالله تجاوب على أرقام غريبة لو لا، يشك بطلعتها بروحتها بجيتها. خال ابنه عبارة عن جاسوس داخل البيت. ابني بشر صعدت شرت الملابس بالسطح، غطت الستيران واللباس، ما شرت الموية الملابس، ما حشافن لبست حجاب بالسطح. مو قال ابنه جاسوس داخل الأسرة ويعدم شخصيته شوية شوية، يتجسس على خواته، يتجسس على أمه ويجيب له المعلومات، ومرات حتى يعطيه مكافأة 250 500 دينار على كل معلومة يجيب لي على حسب خطورة المعلومة. أما المعلومات البسيطة حبابة زينة ملتزمة لابسة حجاب، ما قلب التليفون، ما ضحكت ويا الجيران، أبو الغاز من نجا ما بوعت له بنظرة وابو الغاز ضحك لها، والمصلح نفس الشيء. هذا الشيء كله معتبره، يدور على الشك معلومات تفيده حسب شخصيته العفنه، عقله المعفن اللي 24 ساعه كانت عنده علاقات قبل الزواج وبعد الزواج، فيتصور ان زوجته مثله، لذلك تختلط عليه الاوراق او التفكير ويحس انه كل مرأة هي نفس زوجته. ممكن تكون ما يدري ان النساء مختلفات، كل امرأة لها شخصية ولها كيان ولها تفكير ولها مشاعر تختلف عن المرأة الاخرى. يتصور انه كل النساء ممكن يخونن، كل النساء لازم ينضغط عليهن وينضربن ويتراقبن حتى تحافظ على شرفك، حتى الناس ما تقول لك ديوث او قواد او هاي السوالف او هاي التفاصيل كلها اللي بالشارع. المجتمع يضغط عليك، مستعد الرجل مستعد يتحمل الألم الإنساني والضغط الهائل وتأنيب الضمير لأن ضرب زوجته، لأن شك بزوجته، لأن قلب تليفون زوجته، ولأن صعد ومشى وراها وراقبها، مستعد كل هاي الآلام يتحملها، لكن ألم العار المجتمعي ما يقدر يتحمله، يصيح يقول النار ولا العار، يفكر إنه خاف المجتمع يحكي عليه هذا رجل القحوة، هذا رجل مو زينة، هذا رجل زوجته المتمردة اللي 24 ساعة تطلع بالشارع اللي بلا شرف. يخاف من المجتمع، أو يسموه رجل مخنث عديم الرجولة، 24 ساعة زوجته بالشارع بالسوق تفرفر بالمولات. بعد 100 عام من الآن التاريخ الاجتماعي راح يكتب إنه آلاف الضحايا، آلاف النسوان راحت وانكتلت وتغيبت واندفنت في رحلة البحث عن الشرف المقدس وحماية الأعراض وحماية النساء من الغول الجنس. هاي الرحلة اللي كانت مليئة بالإرهاب والدم والقتل والعنف، شعارات كلها رنانة، حماية العرض، حماية الشرف، حماية المرأة، بيتك مملكتك، أنت الملكة، والخارج هم أعداء، الخارج هم الغول والوحوش الذين سوف ينهشون في جسدك، وهاي العبارات الرنانة. ختاما أعزائي، عزيزي الرجل، راح أوجه لك هذا الكلام خصوصا لك أنت بالضبط. عزيزي الرجل، الضغط عليك هائل من المجتمع، الضغط المتواصل اللي بشكل يومي من أصدقائك ومن ناسك ومن أخوتك ومن أمك وأبوك، يقولوا لك راقب زوجتك، راقب أختك، شرفك، عرضك راح ينتهك،
راح يضيع، راح يتلاشى، لا تصير مخنث، لا تصير ديوث، لا تصير قوات. واحتمال اختك تصير المتمرده، المتحرره، الفاجره، القحبه وما الى ذلك. كل هاي العبارات الرنانه اللي تحكي براسك، حاول ان تكون اكثر وعي وتعطي ثقه بزوجتك واختك. الشك اللي عندك هذا لو تستثمره للثقه ودعم اختك او زوجتك او بنتك، كان ما صار اللي صار. من انحرفت اختك او زوجتك او بنتك من الضغط الهائل، انت احد اسباب هذا الضغط، انت احد اسباب هذا الانحراف، انت احد اسباب هاي المصيبه اللي صارت. انت صدقني، انت لا تتهرب من تأشرك على زوجتك تقولها انت مو زينه وانت وانت. تذكر اكو ثلاث اصابع تشير لك، احتمال انت المخطئ، انت صاحب المشكله، انت صاحب المصيبه اللي سويتها ببيتك. يا اخي لا تتاثر بالمجتمع، المجتمع هذا يحاول يدمرك بعادات وتقاليد قبل 2000-3000 سنة، انت هسه ما بحاجتها. زوجتك اذا لبست احمر او اذا لبست في شيء يعجبها بالبيت، ارجوك ترى يعجبها تكون حلوة مثل ما انت تكون حلو. ارجوك ارجوك ان تتفهم المرأة اللي امامك، المرأة صاحبة مشاعر واحاسيس وانسان إلى كيانة. ارجوك لا تخلي المجتمع يحطمك ويحطم علاقتك بزوجتك او باختك او بنتك. تحياتي لكم، حلقة أخرى من برنامج بلهجة عراقية.